توفيق الميلودي تحياتي. مهم السلام عليكم خوتي مغاربة، انا الاخ الفنان عادل الميلودي موجي لي رانا معروف، انا اللي سكت الحجره لدوك الناس اللي كيبقاو داوين بزاف، عرفتيهم السعايه ديال اليوتيوب، كاينين اليوتيوب كاينين عندهم كنجمجم ليهم، وكاينين صحافه، هاد الناس اللي كنتيق بها هي الصحافه من الاخر، انا ما كنتيقش بصحاب اليوتيوب هالكذوب معلم، هادوك الدباب الالكتروني. اه بنادم شحال من وفاة شحال من جريمة قتل. شوف انا راه مدوز العذاب في هادشي هذا اخوتي مغاربة، انا مدوز الحبس، مدوز بزاف د الحوايج، هادي ما كتسماش ترمدينا، حنا كاملين كنترمدنو وكاملين بنادم كيتقطع الله يعفو عليه، بنادم بزاف بنادم الله يعفو عليه اخوتي مغاربة، بنادم كيتقاد هادشي هذا، دابا الشرطة خدامين وناس رجال الامن خدامين وكيحيدوا هادشي ديال المخدرات مع هاد الوقت ديال الحجر الصحي، وزيد هاد الوقت هادي ديال كورونا، لا كورونا المهم ما عليناش كندويو على لا كورونا، ديك راه لا كورونا الرجوله هذيك هي اللي خاصها الوسام الملكي، هي لا كورونا. الترمدينه كيفاش بنادم شي يقتل بنادم على والو؟ خوتي انا اللي كنبغي نوصيك خويا، بنادم كيبغي يقتل بنادم على والو، بنادم كيجي بنادم كيقتل بنادم على والو راه كتجي صدفه صدفه، الواحد في المحمديه يقتل كباه كتجي صدفه كتجي صدفه، كيكون مقطوع فهمتي من المخدرات او من القرقوبي او هادشي راه ما بقاش، لان السلطات خدامه مزيان كطحل ليا بنادم مع هاد الوقت الحجر الصحي، السبعه دخل داركم سدينا فهمتي، دابا هادشي ما كانش قديم، قبل ما يكون قبل ما يكون تجي ديال الحجر الصحي كان ناس خدامين مدوزين عليهم الدكاكه، دابا حاليا البلاد كلها مسدوده، البلاد كلها اللي بغيت تمشي من هنا الحي الحسني كاين براجات كاين براجات كاين المراقبه، لان اي واحد يقدر يوقع في اي فيلم، اي واحد يقدر يوقع في اي مقزق، المهم كاين رجال السلطات راهم خدامين وناقصين من الاجرام، وهذا الاجرام اللي كتشوفوا نتوما نايض واحد قتل واحد او واحد ضرب واحد او واحد هذاك راه قلت الضمير وقلت العقل، وبنادم ما عنده ما يدير قال اش ندير، راه نمشي ندخل الحبس وصافي من الاخر، لان بنادم راه عارف بان الشجر ما بقى فيه اصلا ما يدير، بنادم راه مسجون على برا عاد غيدخل الحبس ويمشي يتسجن حشوم عليه، احنا راه ضاربين العذاب، وعندي صوابق على الضرب والجرح، عندي صوابق انا على الضرب اكثريه على الضرب والجرح. بالنسبه لك انت مدوز عده السجون، كيفاش يكون اجواء السجن في رمضان؟ ما نعاودش لكم ما كاينش احسن من اجواء داركم، ما كايناش احسن من العائله ديالك وتكون مريح حدا داركم، اجواء السجن في داخل السجون خوتي الصراحه الصراحه راه لا عيشه لا والو من الاخر، الا بغيتوا الحقيقه راه ما كايناش العيشه لداخل. شكون تنصح هاد المغاربه اللي باقيين باغيين يمشيو للحبس؟ كنقول لنا لجميع المغاربه، لان الحبس اللي كان بنادم كينواه بان الحبس راه كان، وبان راه كان الحبس كتدخل كتلقى كاميرا كتلقى بان راه غادي يعطوك داك الشيء اللي كتمنى، بورتاب بي سي شي لعيبه شي حاجه راه ما بقاش داك الشيء. دابا كاين السواسيه، راه كاين الغليظ كاين الصغير كاين المتوسط، بحال بحال راه تليفوني الا بغيتي تهضر فيه راه مصيبه، راه خاصك 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 بزاف، وتليفوني الا بغيتي تهضر مع عائلتك كاين عندك في الشومبري ولاصق معاك في الشومبري، وكتشري كارطة كتضرب لك خمسة ديال الثواني كتهضر فيها اما مع امك اما مع اختك، ونمره واحده ونمره واحده ديال العائله ديالك في الوقت ديالك كتشوف فيها منك تدوز عده افهام، هذيك الساعه كان تليفون كان موجود كان بورتابل كان بي سي كان الخير، دابا والو، دابا بطاطتك هي اللي كتوصلك من الاخر، جميلتك بوحدها اللي كتوصلك فهمتي، حقك كتاخذو دانونك شباكيتك بيتك هادشي اللي كتاخذ، هذا دابا مابقاش القفه حاليا، هادشي اللي كنقول لك انا كتاخذ هذا حقك، اما القفه راه ما كايناش، ملي كنت انا في ذاك الوقت كانت بعد القفه كتدخل كتشم ريحه الوالدين، دابا راه لا ريحه الوالدين لا والو، دابا كتدخل كتمنى تاكل الشربة حريره الوالدين، كتشوف داك الشيء في التصاور، كتجيب شي مجله قديمه ديال شوميشه ولا ديال برقاش كتبقى تقول الله هذه حريره، الله
هذه شباكيه الله هادو تميرات. مالك انت الا كنتي في السيفيل وحده وليداتك؟ الحمد لله كتكون كتاخذ داكشي كتمشي للسوق كتسوق داكشي اللي بغيتي كتمشي كتمن اي حاجه بغيتيها كتمشي كتاخذها. اما الا دخلتي لداخل ما كتماك صافي كتمشي على هذوك السنوات. ندمت ندمت وندمت 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 بزاف، ندمت على الف الندم. لكن كون بان لي انا الخير في المؤسسه ما تلقانيش هنا وما تلقانيش لابس هذا الجيل. هذا شرف لك انا، هذا شرف ليا. علاش كنجيب طريف ديال الخبز بالعرق ديال الجابين ديالي وكنجيب طريف ديال الخبز وخاصني ندير نبيع الميكا وكتبقى راجل خدام بدراعك؟ هي كيسيون، هي بنادم اللي كنوصي انا للشباب ديال اليوم الله يرحم ليكم الوالدين، بنادم يجمع راسو. راه الحبس راه ما بقاش حبس من الاخر، بنادم راه غادي يمشي يضيع حياته في الحبس وغيكرفس معاه والديه. انا نوصيهم وكنوصي حتى الوالدين ما يدسروش ولادهم، لان المراقبه والمراقبه هي ضروريه. المراقبه هي كنوصي لخوتي المغاربه المراقبه والمراقبه ديال بصح. وكما كنبغي نوصل لجميع المغاربه كافه بان راه كاين عندنا السلطات وكاين عندنا سيدنا الله ينصره والله يخليه لينا، راه عطينا اللي كنتمناه. راه شو داير حد المغرب كامل حادو باش حتى واحد ما يدخل عندنا حتى واحد ما يمشي عنده. ها هي كنطلبوا هذا الشيء هذا لسيدنا الله ينصره، المسؤولين اللي مكلفين بالارض يقصر هذا الشيء شويه باش الناس اللي في اوروبا ولا اللي في الخارج يجي عند ولادها والناس اللي هنا تمشي عند ولادها ليه. وهذا اللي كنطلب من المسؤولين وكنطلب من سيدنا الله ينصره. اخر كلمه توفيق للمغاربه باش ما يبقاوش يديروا هذه الجرائم اللي شفنا في هذه السيمانه. اخر كلمه، انا شفت الجرائم بزاف ولكن هاد الجرائم ديال الشباب ديال اليوم صاحبي ما عندوش العقل. صاحبي راه ما عندوش الضمير ديالو، ما عندوش بحال ما فهمت فيهم والو. انا بنادم واخا يكون مقطوع ما يديرش هاد الحاله. شي بنادم مقطوع وحنا كاملين كنتقطعوا، كاملين كنكميو الله يعفو علينا، كاملين ما نعرف ولكن الله يعفو. ولكن ما كنتقطعوش، بنادم كتخاصم معاه بفمك تجبد عليه جنويه حشومه، وانت ديك الجنويه ملي كتجبدها خصك تعرف المصير ديالها فين غيلحقك. راه كي تجبد عرف المصير ديالها بان راه غيوصلك بعيد، لان راه غتعاود انت كي كتجبدها شت الشهر ضربتي بها من العام الفوق وسرح. علاش نجبدها وعلاش نضارب وعلاش نوصيكم اخوتي بعدوا من هذا الشيء هذا. وبنادم يعض في الصبر، هذا اللي نطلب ليه، بنادم يعض في الصبر. كي كنعرف انا شباب كيخدموا وكيدمروا وعاضين في الصبر وخارجين كاع من المغرب وعاضين في الصبر، علاش كيجيبوا لقمه ديال العيش وحلال؟ كاين هنا كنعرف الناس كتبيع ميكات كتبيع الملح، وكنعرف واحد كيجر هنا كروسه ديال الملح. الملح الشاشيات بدرهم الحبه 16 ريال الحبه، كيجيبها هو معرضه ب 8 ريال وكيربح في هذيك 12 ريال ولا المهم حلال. مشي انا نتقرقب تلاقى مع هذا الضمير ديالهم موسخ، تلاقى معاه ضرب 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 ضرب. راك نتوما كتشماش هذا الشرميل، هذا الشرميل ديال المخ اللي ما نقيش عنده. هذا راه ما كيتسماش بانني انا راه عايق ضربت هذا راه ندخل عليه الحبس، راه انا واعر. نعرفك واعر يا ريح دمك من الاخر، نعرفك واعر كاين خدم على والديك خدم على راسك، هذاك هو الواعر اللي كنعرفو. الواعر اللي كيقول لي رانا مشيت للحبس راه ما واعرش هذاك. هذاك ملي كيدخل للحبس كيولي بحال القرد، اقسم بالله العظيم تي كيولي بحال القرد، كيولي الكلب احسن منه، كينوض موظف يلا قاري كاطر يام كيشتف لي على راسو من الاخر. وما كتجي بدون مخالفه لا انت تيدير علاش جاي كتحل النضيبات ديالك؟ لا النضيبات ديالك كتجي تعطينا النضيبات ديالك، داكشي ديال الزنقه، داكشي ديال الزنقه خليه في الزنقه. دابا غتبدا معنا حياه جديده، تربيه جديده. الا ما ربوكش والديك الا ما ربوكش والديك غيربيوك لداخل، حنا غنربيوك كمال الوقت صافي كتدخل لعالم اخر. صافي كيهربوا عليك والديك، ما كتبقاش ديك وليد دوزه وليدي تنعس دوزه وليدي نغطيك، ما كاين لا غطا لا والو. سير دخل السيلون ديالك ويسد عليك بابك، يسمع الصوت ديالك يجي يقرك بالهولنديه من الاخر باش بنادم يبقى يداوي معاك ويقول لك لا انا واعر على برا. راه ما كاينش الواعر على برا، الواعر على برا نعطيك انا كيدخل الحبس كيطفى
كيولي بحال الكلب. عاش اخوتي المغاربه.